احنا اخذنا اول محاضرتين من الطب الوقائي وطب الاسرة من هذا الRBS، واخذنا كورونا محاضرة، وهاي المحاضرة راح تكون تقريبا رقم 4، وراح تكون على الترتيب هذا رقم 3. فالمحاضرتين السابقتين لهذولي راح نعرج عليهم في نهاية المنهاج، طبعا عبارة عن سرد مفهوم بتوقع للجميع إذا قرأهن، ما في شيء صعب يعني إن شاء الله. يلا بسم الله، راح نبلش بتغيرات الرئة المهنية، هو بحث طبعا مهم جدا. أخي اسمعي بس الصوت يعني قطش، يا ريت بس هيك تعطيني إشارة وتقلي صوتك حكي مقطش. تمام تمام حكي مع عيني. تمام. تغبرات الرئة المهنية، طبعا هذا مرض كنا نشوفه نادرا فيما مضى، يعني قبل 100 عام ما كنا نشوفه أبدا، بسبب تطور الآلات الحديثة ومثلا نشاط عمليات البناء وقص الأحجار ومطالعة مثلا الذهب والألماس من الأرض حفرة، فصرنا نشوف في شيء اسمه تغبرات الرئة المهنية. الحقيقة بحث مهم وموجود، ونحن بنشوف حالات، كنا مثلا يوم كنا ناخذ استعدادات مشفى حلب الجامعي نشوف حالات كثير منهم، وللأسف مثل ما هلا بعد شوي رح تعرفوا يعني بعد ما يصيب المرض الرئة حقيقة ما ضل له حل أبدا أبدا. لذلك دورنا كطب وقائي لازم نعطي هذا المرض أكثر من الصدري، عشان نوقل المريض من الإصابة به، للأسف يعني بعد ما يتوصل مراحل متقدمة ما له حل أبدا نهائيا. لمحة عن الأمراض، يعني لمحة عن الأغذية غير الذوابي الإنأورجانيك، طبعا جسيمات في الطبيعة تنقسم لعدة أقسام، أو ما يسمى الغبار هي الأجسام الصغيرة المقاس بالميكرون. طبعا ما هو الغبار؟ الغبار هي جسيمات صغيرة من المادة تنشأ نتيجة تكسير أو حك أو طحن أو حف، يعني المادة الصلبي. طبعا هي غير عضوية لذلك لا تمتص وتعمل مشاكل. طبعا الجسيمات الغبارية القطرة أكثر من 10 ميكرون، هاي ما بتضل في الهواء بتسقط. عندنا القطرة من 5 إلى 10 ميكرون تلتقط دفاعات الطرق التنفسية العلوية، 3 إلى 5 ميكرون تحتجز بطرق التنفس السفلية أو المتوسطة، أقل من 3 ميكرون هي بتعمل لنا أكثر شيء مشاكل وبتجي على الحويصلات الرئوية، وهي الحقيقة اللي بتسبب لنا تغبر في الرئة. ملاحظة طبعا هاي يعني هامة. ما في شك التعرض المستمر للأغبرة هو اللي بيعمل لنا المرض، أما تعرض مرة أو مرتين أو ثلاثة الناس العاديين ما بيصيبون، إذن هو بيصيب أصحاب المهن، لذلك اسمه المرض تغبرات الرئة المهنية. تمام. تعتمد شدة المرض على مدى التعرض، حجم الجزيئات الأغبرة وتركيزها في الهواء، طبعا مناعة المضيف. تمام. إذا كان تدخين عندنا مثل ما بنعرف تصفية الهدبية بتخف كتير، في تغبرات الرئة. بالنسبة تأثير كورونا، يعني حضر محاضرة شرحنا له عليها المنطقة الخلالية كتير مهمة، طب هلا عم تأخذ رحيز أبحاث كتير فيها، يعني هي المكان الفعال. بالنسبة لتغبرات الرئة المسببة بأغبرة معدنية، هاي أولا تصنيفات تغبر الرئة اللي عم يتابع مشان أخي إسماعيل أنت تنزل معي. السحار السيليسي أو ما يعرف بالسيليكونوز، ناجم عن استنشاق غبار السيليكا في صورة بلورة، طبعا هاي السيليكا نوع من أنواع الغبار اللي راح نحكي فيه بالتفصيل، وداء الأميانت ناجم عن التعرض بغبار الأميانت أو ما يعرف بسيليكات المغنيزيوم المائية. هذول الحقيقة أكثر مرضين منتشرين، هذول هم اللي بهمونا وهذول راح نركز عليهم. بالنسبة لسحار الحديدة وسحار فحمي حالات نادرة ما شفناهم. تغبرات الرئة بأغبرة نباتية مثل ما نشوف عند المدخنين التبغ أو المزارعين، أو سحار قصب السكر وسحار قطن، هذا طبعا ما رح نتعرض له أبدا بدراستنا، رح نركز بس على مرض السحار السيليسي وداء الأميانت. طيب السحار السيليسي هذا كان مرض رئيسي رح نتناوله اليوم.
غبار السيليكا الحرة المبلورة SiO2. طبعا السيليكا هي من أكثر المواد انتشارا في قشرة الكرة الأرضية، موجودة في الرمل، في البازلت، في الجرانيت. أكثر شيء بنشوفه عند قطع أو طحن الأحجار في المناشر الحجر، حتى اللي يمر من أي منشار حجر بشوف حدا كلياته هذا الطبقة البيضاء، هاي هي السيليكا الحقيقة. في عمان هدول بينحتوا الحجر كثير، مثلا بنشوف عندهم الحجر بعد ما يتعمر في الدار، مثلا بيجيب واحد مثلا هذا بالصاروخ بحف وحف الأحجار، هذا بيؤدي كلياته لأمراض السيليكا. تمام، هذا كله سيليكا، وبيستنشق الإنسان هذا قطره أقل من 30 ميكرون وبينزل على المنطقة الخلالية. طبعا أماكن التعرض مشان نعرف نحن نسأل المريض هو المهم الحقيقة، إنه يعني المناجم خاصة اللي بطالع ذهب، فوسفات، منغنيز، كل شيء يخلي الواحد ياخذ فكرة إنه قص الصخور، قص الأحجار، حفة، هاي كلها هذا الغبرة البيضاء اللي تطلع منها هاي هي غبار السيليكا. طبعا حفر الأنفاق تهوي بتكون غير جيدة، صناعة الزجاج والخزف طبعا يصنع من التربية والبلوراتها. العمل في مقالة الأحجار أكثر شيء نحن في منطقتنا بنشوف العمل في مقالة الأحجار وتخطيط الحجارة حقيقة. العوامل المؤهبي، الحجم الجسيمات هو 2 ميكرون، لذلك تصل إلى الأسناخ الرئوية. مدى التعرض مثل ما اتفقنا من 5 إلى 10 سنوات، وطبعا تركيز الغبار في الهواء، إذا كان كل ما تركيزه أعلى أكيد ظهور الأعراض بيكون بشكل أسرع. الاستعداد الشخصي، نحن هون كطب وقائي لازم نفكر بهالقضية هاي، الاستعداد الشخصي للإصابة، يعني كل ما يعرقل الجهاز الدفاعي التنفسي من تدخين، كحول، أمراض تنفسية مزمنة مثل COPD وغيرها، نقص المناعة يزيد من احتمال الإصابة في المرض، لذلك هدول الناس بنحاول نبعدهم عن هاي المهنة. نسبة السيليكا الحرة في الغبار، طبعا في المعامل المغلقة أو المناشر في دول برا طبعا بيجوا بيقيسوا نسبة السيليكا بالغبار، وطبعا المعمل مسؤول عن التهوية المتكررة، والتهوية نحن نسميها الإيجابية، يعني بدفع، يعني ما مو بس نفتح شبابيك، بالعكس بنركب شفاطات. يعني طبعا في بلاد برا هذا الكلام، وبلادنا للأسف، أو ببلاد أخرى نقول مناشر مفتوحة، يعني ما في دول مغلقة. تعليل إمراضي، السيليكا الحرة لها تأثير سمي على البلاعم وتحولها لأرومات اللي في فايبروبلاست. تمام، فايبروبلاست مثل ما نعرف كلياتنا بتباشر بتشكل كولاجين في المنطقة الخلالية، بالتالي بيبتعد السنخ عن الشريان أو الشرايين اللي لازم يبادل معه أكسجين، فتتحول الرئة إلى عقيدات عديدة من الكولاجين في المنطقة الخلالية، تنمو تدريجيا ثم تلتحم ببعضها مشكلة عقدا أكبر ومساحة أكبر من التليف. العقيدات هاي مثل ما بنعرف من بعد الأسناخ أو تضغط على الأسناخ في مخرجها بسبب شيء اسمه النفخ الرئوي، وهو منطقة تصير ضعيفة مناعيا، يعني إذا جت عصية سل ممكن تصيبها، بس طبعا هذا أمر إن شاء الله مقول السل مستبعد. في حالات عم نشوفها للأسف هلأ في بلادنا سل وشائع عند هذول المرضى، بس ولكن إن شاء الله العلاجات تصير تخلط على يعني جزء كبير كبير من السل. ما هي الأعراض السريرية اللي بيجي فيها المريض المصاب بتغبر الرئة؟ زلي تنفسي جهدي في البداية، طبعا يعني خلينا نقول زلي تنفسي متطورة، أول شيء تبدأ جهدي ثم يعني متوسطة ثم أثناء الراحة، يعني هو المريض هو قاعد وبصير بيلهت. طبعا سعال وقشع بنشوفها بس في حالات إصابة بالسل الرئوي. بالنسبة لصور شعاعية، هلا إن شاء الله رح نعرضكم صور شعاعية للمرضى عندهم تغبرات رئة. مضاعفات المرض، طبعا يعني كأي مرض بيصيب الرئة، التهاب قصبات مزمنة من المشفاخ الرئوي، السل الرئوي. الحقيقة السل لما بصيب الرئة المصابة بالسحار السيليسي يعني كتير بصير وضع سيء، لأن المناعة بتكون كتير ضعيف، وهذا السل يعني علاجه كتير صعب لأنه هالمنطقة تليفت وتوعيتها بتكون كتير قليلة. طبعا ارتفاع الضغط الرئوي بيؤدي لقصور القلب الايمن وما يعرف شيء اسمه القلب الرئوي. القصور التنفسي المزمن هو المرحله الاخيره من مراحل المرض. طبعا التشخيص، او خلينا نقول التوجه الى التشخيص، التعرض للعامل نساله دائما انت ايش بتشتغل، فحص الشعاعي بصير عندنا تصلب او تكلس في سرتي الرئتين،
ما يعرف بتشكل قشر البيضة، تمام، علامة يميز شعاعيا، هذا بنشرح عليها. اختبارات وظائف رئة، يعني كل شيء بينقص، أهم شيء السعة الحيوية للرئتين، حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. لا يوجد علاج شافي للمرض، لذلك الإجراءات الوقائية هي الأساسية، لذلك وجد الطب الوقائي نحن حكينا. أول شيء الإجراءات البيئية، لقيام تواجد الغبار في الهواء ومحافظة تركيز دورنا والمستويات المقترحة المسموح بها. ومثل ما قلنا في شيء اسمه التهوية الإيجابية، شفاطات، مراوح، رش المياه على الجدران مشان هالغبرة مثلا تلتصق فيها. الإجراءات الطبية طبعا الفحص الطبي البدئي والدوري للعمال للكشف المبكر عن المرض، بس شفنا عامل معه زل جهدي وبسبب تغبر رئوي بنقول له أنت مصلحتك لازم تغيرها قولا واحدا، لأنه قلنا أنه هذا الأمر بيكلف بكرة النظم الصحي كتير كتير. وطبعا مشان صحة العامل بنفس الوقت، يعني استبعاد العمال المصابين بأمراض تنفسية مزمنة أو إنتانية مثل السل، مثلا جماعة الليف الرئوي، جماعة COPD، جماعة الربو، من بعدهم تماما عن هيك أمور. التثقيف الصحي للعمال وحقهم على خطر التعرض للإصابة وسبل الوقاية الفردية، الكمامات وملابس الواقية، طبعا هذا حق العامل على صاحب العمل. الصور المعروضة للسيليكوزز، في شيء مظاهر عيانية وفي شيء باثولوجي تشريح مرضي. نشوف إذا نزلنا على صور الصدر ديجنوز اوف سيليكوزز جست اكس راي، نشوف شلون العقد موجودة على مستوى الرئة، ونشوف شلون علامة قشر البيضة. ننزل لآخر الصفحة. اسمعي حكيم، تابعين معي؟ من هيك هدول؟ ايه تابعين معي؟ الصفحة 28 صرنا فوق، أعلى صفحة 28، أعلى صفحة 28 تيست اكس راي بغلى دياجنوز اوف سيليكوزز. الصور تمام حكيم، هاي الصور عرضتهم. نعم واضح شلون عندنا هيك هالتكتلات البيضاء على صور، يعني طبعا هي تكتلات بيضاء غير نموذجية، يعني انت من اول وهلة بتشوف هاي الصورة بتقول فعلا هاي الصورة مرضي، بس ايش هي؟ لذلك لازم نفكر في شيء اسمه السحار السيليسي او تغبرات الرئة المهنية، وتوجه لها هاي الصور. نعم المرض الثاني يعني اقل شيوعا من السحار السيليسي في مناطقنا، طبعا نحن كوننا مناطق مانا صناعيين، او ما يسمى الاسبستوز او الداء الاميانط، هو مرض تغبري رئوي مزمن ناتج عن تعرض مهني لغبار الاميانط. ما هو غبار الاميانط؟ هو مادي ريفي عازلي ومقاوم للنار، هذول بنشوفهم في الصناعات حقيقه العسكريه، الصناعات المضاده للاشعاع، يعني صناعات ملابس رجال الاطفاء او رواد الفضاء، يعني بين قوسين نحن هاي الصناعات الحقيقه ما عندنا، بس ولكن عم نشوف هلق عم نشوف هيك امراض تقريبا يلقب بالحرير الصخري. طبعا يعني ما بدنا ندخل في التفاصيل، ما طالبين بحفظها، مثلا هاي الاميانط مصطلح يرمز السيليكات المعدنيه، ما نكون طالبين بحفظها. التعرض للاميانط، وين اماكن التعرض؟ يعني قصدي مشان المهني، في المناجم بشكل اساسي، اساس اخراج الخام اثناء عزل ونسج الاقمشه المحتويه على الاميانط، قلنا ملابس رواد فضاء او ملابس رجال الاطفاء، صناعه الاسمنت مخلوط بالاميانط، صناعه الاناب والخزانات، يعني اماكن العزل اسقف العزل طبعا، عمال هدم المباني اذا جدرانها مثلا وسقوا تحت الاميانط، اثناء تركيب وتغيير بطانه فرامل السيارات، عمال تمديد صحي وصناعه السفن. حقيقة نحن يعني بالنسبة لنا بيهمنا أكثر شيء هو عمال التمديدات الصحية، بيستخدموا مواد عازلة، وهلأ من جديد نزلت مواد عازلة اللي بيستخدموها بالأسطح منازل، من جديد دخلت على سوريا، يعني هاي مثلا نشك أكثر شيء في إصابته في الأميانط. الآلية المرضية تقريبا نفس الآليات المرضية كلياتهم، الاستنشاق تعلق في الأميانط في القصوات مادية ثانية لتهجير الأنسجي، كمان تتغلف ببطانة بروتينية
تم أجسام الأميان تراكم في الرئة وقد تخرج مع الخشاب يؤدي تحلل هذه الأجسام لحدوث تليف رئوي خلالي. الخطر طبعا هاي الألياف الأميان هي الألياف معدنية مثل ما اتفقنا، يعني الألياف معدنية هذا يعني تدخل إلى داخل الخلايا فتحدث سرطان رئة. هالشغلي يعني كثير لازم ننتبه عليها وشوفوا هذا العمال، احنا ما قلنا هذا الامر مو عندنا للاسف يعني، بس لازم نطلع عليها. في شغلي هلا مثلا باثولوجي صور باثولوجي ننزل اسماعيل اذا معي ننزل الصفحه 31 من فوق بنشوف شيء اسمه الكلابينج صح مرر معكم مو هيك؟ يا حكيم العفو بس كنت مسكر الميكروفون كان في جنبي ضجة. ايه 31 من الاعلى الكلابينج مرر معكم الكلابينج اللي شلون؟ كلابينج لا ما بعرف او ما اعرف ترجمة الكلمة صراحة. ما اعرف حكيم ما اعرف تبقرت الاصابع. تبقرت الاصابع تمام. ما اعرف ما يعرف الكلابينج تبقرت الاصابع. الصورة العليا بالصفحة 31 أهم شيء لك الزاوية بين الظفر والثني الجلدية بتكون يعني زائلة. ذكرونا شون يعني إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح تكون فيزيائية. ذكرونا شون يعني شون شخصه تمام الكلابينج بوضع الإصبعتين على بعضهم بعض. الكلابينج كتير مهم بيدل دائما على مرضى عنده النقص بالسعة التنفسية وعنده النقص في الأكسجي تمام. بالنسبة للصور بنلاحظ هون أكثر شيء بالداء الأميان تليف بيكون سفلي، أكثر شيء بيصيب الفصوص السفلي. بالنسبة للباثولوجي شايفين طبعا أول شيء الصور بعدين الباثولوجي شايفين شون هيك التجبنات مالئة النسيج الخلالي للرئة. العوامل المؤهبة 32 من الأعلى نفس الشيء تقريبا تعرض لمدة من 5 إلى 10 سنوات شد التعرض نفس الترتيب الصحار السيسي بالضبط. طبعا سريريا نفس الكلام بس هون في عنا شغلي مو قلنا بالورات تجرح ففي عنا نفس دم نفس دموي هالشغلي كمان مهمي. بالنسبة للصائيات آخر فرقية في الأجسام القاعدية أكثر شيء بصيب الأجسام القاعدية تبعيت الرئة. شو عين تسمك وتليف يغشى جنب ويحدث انصباب الجنب أو ما يعرف بعش النحل في التليف الرئوي. طبعا عش النحل من ميزه أكثر شيء بالطبق المحوري نشوف فعلا مثل خلايا نحل مثل عش النحل السداسي بالضبط. يعني تشخيص أول شيء سؤال على المهني والتوجه نحو التشخيص مثل ما اتفقنا. بالنسبة للقشعة بنشوف أجسام الأميان في التقشع بنشوفها بس ولكن مو كل شخص عنده أجسام الأميان في القشعة معناته مصاب. لا هذا معناته أساسا بوجود في المرحلة الأولى فأسا ما توصل لمرحلة التليف الرئوي. طبعا اختبارات وظائف الرئة نفس الأمر بنشوف في عنا عجز رئوي بالـ FEV1 والـ FEVC عفوا. مضاعفات مرض مثل ما قلنا هذا شيء كثير مهم سرطان الرئة ورم متوسطة والقلب الرئوي القلب الرئوي للتنين طبعا. هاي أهم شيء العلاج لا يوجد علاج نوعي لذلك الوقاية هي الأساس. مو مهم بقدر استحار السيسي هداك أهم هداك أعم يعني في المجتمع مشهور. آخر محاضرات طبعا محاضرات راح تكون كثير قصيرة اليوم إنه الربو المهني نشوف الحقيقة بشكل متكرر ويكاد ما في طبيب مهما كان اختصاصه إلا بده يشوف شيء اسمه الربو المهني. مهم طبعا هذا البحث لأنه يعني بيمر معنا كثير كثير بيمر مع كل الأقسام وكل الاختصاصات تقريبا. بالنسبة للربو دائما بيسألوا المريض أخي أنا من إيش بتحسس؟ يا أخي ما في داعي تعرف من إيش بتحسس لأن عندنا أكثر من 200 مادة مسؤولة عن حدوث الربو المهني تمام. أهمها الأغبرة القطنية وأغبرة الخشب ويعني كثير معظم يعني في كثير أمور بتخلي الواحد يتحسس ما لنا بواردة وهاي ما يمكنكم مطالبين فيها بالحفظ بس للإطلاع تمام. يعني مواد محسسة هاي للإطلاع كثير صعبة حفظها. الشغلة المهمة يعني في الربو المهني مثلا مضادات حيوية انه كل واحد بيتحسس عليها لا يا اخي طبعا الانسان اللي بياخدها بتحسها اما اللي بيشتغل فيها
مثلا العمال المعامل الدوائيه بيشتغلوا مثلا بالامبيسيلين مثلا على سبيل المثال، استنشاق اغبره الامبيسيلين يؤدي الى ربو مهني ماشي، هاي كناحية طبي وكعمال في المعامل. الآلي طبعا الآلي إما تشكل أجسام مضادة نوعية نوع IgE، ومن جديد اكتشفوا أنه ممكن تشكل نوع IgG وتشكل معقدات مناعية وذاكرة. ما في شك إذا كان مريض عنده حساسية فبيأدي إلى إصابته بربو خصائي تحسس. تشخيص طبعا زلي تنفسي سعال وزيز. التحسن طبعا هاي مهمة، في أول أيام يعود فيه بعد إجازة الأسبوعية، يعني عمليا بضل المريض مرتاح. مثلا نحن هون عطل جمعة وسبت، جمعة وسبت مرتاح، الأحد بس تداوم بيرجع بيعاني من نفس المشكلة يوم الخميس، بقول لك يا دكتور أنا الجمعة والسبت أموري تمام وباقي أيام الأسبوع وأنا عم داوم بالشغل وضعي سيء. هون تستنتج تماما أنه هذا ربو مهني، ربو مهني يعني من تحسس في حسب المهنة. شو أيام نشوف التهاب قصبات مزمن أو نفخ رئوي في مرحلة متقدمة. اختبارات وظائف الرئة نشوف أمور انسدادية مثل الربو العادي مثل الربو الحقيقي، يعني عندنا صوت صفير في الزفير وليس الشهيق تمام. فأكثر شيء بينقص عنا في الـ FEV1 حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. وعكوس بيخلك بعد التعرض، وهو عكوس بموسع القصبات. ليش؟ لأنه هو الربو الأساسي هي تشنجية تمام. فإذا حطينا مثلا سالبوتامول بخاخ تتحسن الـ FEV1 الوقاية منه، خفض تركيز الغبار والأبخرة كأي مرض مهني يعني في المكان. الفحص الطبي بدأ والدوري الدوري للعمال واستبعاد العمال المصابين بأمراض تحسسية أو يعني إذا عندنا اختبارات تحسس الجلدين حكينا لكم يمكن عندنا بسين رابعة اختبارات تحسس الجلدي بتفرز لنا المرضى اللي عندهم حساسية من... طبعا اختبارات تحسس الجلدي بيصير على 20 عنصر، اللي عنده أكثر من 10 بيستبعده من هيك مهن. نقل العامل المصاب بالربو المهني إلى عمل آخر إن كان ذلك ممكنا، ويعني ويجب أن يكون ممكنا لأنه مشكلة الربو مشكلة يعني سيئة جدا. تثقيف صحي للعمال، اتباع وسائل الحماية الفردية، أقنعة وكمامات وعدم تدخين. خلصنا طبعا هاي المحاضرة، المحاضرة اللاحقة إن شاء الله تكون تسممات مهنية. نحن عم نحاول طبعا نجيب لكم أشياء للأمور المواجهة، يعني مثل ما لاحظتوا نحن ما طلبناكم غير الأمور الشائعة الشائعة تمام. في حد عنده سؤال؟ الله يجزيك الخير حكيم. هلا اخذنا محاضرتين من هذاك المقرر، ولا تنتين ولا واحد؟ شلون صاروا أربعة مطلوبين منا؟ اي أربعة مطلوبين منكم. نعم يعني معناتها هلا ناخذ الخامسه الجاي. الخامسه الجاي فراح ناخذ المحاضره الجاي، وهو مرقم على المنهاج الرابع بس راح تكون 50 تسممات مهنية. وبعدها ضمن هذا الناس راح ناخذ اللقاحات تمام، اللقاحات، وبعدين نكون وصلنا لمريض محاضرات الكورونا اللي اخذناها ومتابع فيها. هنتابع بهذا المنهاج طبعا. اول محاضرتين انتوا اطلعوا عليهم وانا راح اعرج عليهم في نهايه المقرر. المطالبين في رؤوس اقلام او يعني اطلاع، وفي طبعا امراض مهمه مثل داء رينو بس تطلعوا عليه بشكل جيد ومطالبين فيه. في امور راح نعرج عليها باخر المحاضرات ان شاء الله. طيب تمام حكي ان شاء الله. بس سهل بالنسبه للاعطاء بالكليه خالص اكسنا عليه نعتبر الاعطاء الباقي كله على النت. يعني هلا انا والله بفضل الاعطاء الفيزيائي يعني تستفيدوا من امور يعني غير المكتوبين. لا منتابع على النت ما في عندي مانع، تابع على النت. طيب عسى خير ان شاء الله. عسى خير بس قصدي انه يعني وسطيا هلا صرنا اسبوعين ثم اخذنا محاضره. أي منهاج بيتقرر بالكلية أقلها راح تكون 10 محاضرات تمام؟ يعني هلا نحن هاي المحاضرة الرابعة في المنهاج، فبضل وسع عنا يعني نحن لازم ما نقصر في المجال. والطب الوقاية مثل ما بتعرفوا لازم تكون يعني مادة بسيطة، وهذا المقرر كلياته 80 صفحة يمكن أو 90 صفحة، يعني عمليا أموره محلولة إن شاء الله. طيب
إن شاء الله حكيم، إن شاء الله هو هيك يعني، ما في إشكال حتى لو في شوية تقصير يعني، جلسة واحدة ناخدها مثل العادة ونخلص قسم منيح يعني، إن شاء الله ما في إشكال بهالموضوع. تمام. وبصراحة يعني المحاضرات بتكون مشان الواحد مثلا يحط لكم الشغلات المهمة، كيف أو أنتوا أكيد تسلم تقروا، بس يعني الواحد مثلا لما بيقرأ بيلتفت نظره للشغلات المهمة، إنها شغلات شائعة إنها شغلات ما شائعة، بتستفيدوا منها الظاهرة هاي أهم شيء. وانه بتعرفوا مثلا التركيز مثلا الطبيب او مثلا الاستاذ المعطي على ايش بده تكون مثلا محاور اسئلته في الفحص والامتحان. صحيح معك، الله يجزاك الخير حكيم، حياكم الله. يلا نستودعكم الله، امان الله، الله معك حكيم، حياك، يلا السلام عليكم. سلام.